من الفوائد المهمة خاصة بعد الأذان، أنا كثير أسمع من الناس أول ما يخلص الأذان يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة الحديث اللي تحفظونه، والصحيح ليس كذلك. الصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال إذا ترديد مع المؤذن أو شيء ترددون مع المؤذن، قال ثم إذا انتهى تصلوا عليه، أو شيء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، قبل ما تقول ربها الدعوة التامة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أي صفة من الصلاة؟ الصلاة الإبراهيمية اللي نقولها بالتحيات الشيخ الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ثم سلوا لي الوسيلة. الآن تقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، إذا خلصت منها ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حلت له شفاعة يوم القيامة. حديث صحيح. الله يحل لنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم.